أهلا بكم في السلطة الرابعة، حيث نرصد لكم في حلقة اليوم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية خلال الساعات الماضية. محليا، المصدر أونلاين يتناول تصريحات للولايات المتحدة بخصوص الهدنة السرية في اليمن. عربيا، موقع العرب الجديد يسلط الضوء على جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن برغم التحفظات الداخلية. ودوليا، موقع وكالة الأناضول يتحدث عن أعداد المستهدفين من المساعدات التي قدمتها الإغاثة التركية لليمن. أهلا بكم مجددا. تناول موقع المصدر أونلاين تصريحات للولايات المتحدة بخصوص الهدنة السارية في اليمن ووصفها بالهدنة الضعيفة للغاية. جاء ذلك على لسان سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في حديث تلفزيوني نشره موقع البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة. وبحسب الموقع، فقد وصفت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة الهدنة بأنها ضعيفة للغاية وأنها لا تزال صامدة وقدمت بعض الراحة للشعب اليمني، ونحن نعمل على تحويل تلك الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأكدت سفيرة أن مبعوثنا الخاص سفير ليندر كينغ على الأرض يعمل على مدار الساعة لدفع الحوثيين والآخرين إلى طاولة المفاوضات، وسنواصل العمل على هذه الجهود. وقالت جرينفيلد، من الواضح أن الحوثيين اتخذوا بعض الإجراءات التي لا تصب في مصلحة السلام، وعلينا أن نواصل الضغط عليهم ونواصل العمل نيابة عن الشعب اليمني. وأضافت أنه يجب علينا أن نواصل الضغط عليهم لأن الشعب اليمني هو الذي يعاني، ولم تستلم ولن نتخلى عن محاولة إيجاد طريقة للمضي قدما. تناول موقع يمن شباب نت إحصائية لبرنامج الأغذية في اليمن تكشف أن كمية الوقود التي وصلت إلى ميناء الحديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء خلال العام المنصرم. جاء ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية ارتفاع تكاليف استيراد الوقود إلى ملياري دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس المبلغ عن تكاليف استيرادها خلال العام المنتهي. وأشار الموقع تأكيد الحكومة اليمنية حاجتها إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وذلك بسبب أزمة الغذاء التي تعصف بالعالم جراء الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت كلفة استيراد القمح خلال العام الحالي إلى 3 مليارات دولار. وبحسب ما جاء في الموجز الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن، فإنه منذ دخول الهدنة حيز تنفيذ في 2 من أبريل/نيسان وصل 28 سفينة وقود محملة ب 659,000 طن من الوقود إلى ميناء الحديدة بنهاية شهر يونيو. وأكد الموقع أن أسباب ذلك تعود إلى زيادة أسعار النفط في العالم من 45 دولار للبرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وقال إن ذلك يشكل عبئا إضافيا على البنك المركزي الذي يعمل بكل قوة من أجل الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية. تناول موقع العاصمة أونلاين ما يعانيه الأكاديميون اليمنيون في ظل الانقلاب وقطع رواتبهم منذ أكثر من 6 سنوات. وبحسب الموقع، فإن الدكتور عبد الله معمر الحكيم أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء اضطر إلى قيادة سيارة أجرة والتجوال في شوارع العاصمة صنعاء بحثا عن الرزق وتوفير قوت أسرته. أشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي قطعت رواتب الأكاديميين في الجامعات الحكومية وموظفي القطاع المدني منذ 6 سنوات، حيث تجاوزت الأموال المنهوبة من رواتب الموظفين أكثر من 2 تريليون ريال في 6 سنوات. وانتشرت صورة الدكتور الحكيم وهو يقود باص أجرة كالنار في الهشيم، حتى أصبحت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كثيرين مع قصته المأساوية.
وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي ترك الدكاترة وأكاديمي جامعة صنعاء يواجهون مصيرا مأساويا بعد عقود من الخدمة في تخريج الأجيال، حيث صدرت رواتبهم وامتيازاتهم وطردت الكثير منهم من السكن الجامعي، ما دفع بالبعض إلى تفضيل الموت بدلا عن الانخراط في مشروع الجماعة الإرهابية. تناول موقع العرب الجديد جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن برغم التحفظات الداخلية. وبحسب الموقع فإن الأمم المتحدة كثفت مساعيها لتمديد الهدنة السارية في اليمن لستة أشهر، يسندها في ذلك ضغط كبير لا سيما من قبل الولايات المتحدة ودول إقليمية تسعى للتخفيف من تبعات الملف اليمني بالغ التعقيد. وأشار الموقع إلى أنه على بعد يومين من نهايتها، ما تزال عملية تمديد الهدنة محل نقاش في ظل اشتراطات جديدة للحوثيين المدعومين من إيران ورفض حكومي لأي شروط جديدة. أكد الموقع أن المجلس ورئيسه رشاد العليمي رفضا لقاء المبعوث نتيجة تحفظات على مطالب يسعى لترويجها تتعلق بالهدنة وعلى طريقة تنفيذ مهمته، إذ يرى الجانب الحكومي أن المبعوث يحابي الحوثيين ولا يمارس عليهم الضغط الكافي لتنفيذ ما عليهم من التزامات. وأوضح الموقع أن غرونبرغ لم يعلق على زيارته إلى عدن، كما لم ينشر الإعلام اليمني الرسمي خلال الزيارة سوى خبر عن لقاء يتيم عقده مع وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الذي أطلع المسؤول الأممي على موقف المجلس من تمديد الهدنة والمتمثل في الموافقة على التمديد في حال تم تنفيذ بنودها من قبل الحوثيين، خصوصا ما يتعلق بفتح طرق تعز وصرف مرتبات الموظفين من إيران إرادة ميناء حديدة. وأضاف الموقع أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي أطلع خلاله من وزير الخارجية أحمد بن مبارك على رسالة مقدمة من غرونبرغ حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها. تناولت وكالة الأناضول التركية أعداد المستهدفين من المساعدات التي قدمتها الإغاثة التركية لليمن. وبحسب الموقع فإن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وزعت مساعدات لأكثر من 2.7 مليون يمني منذ عام 2018. وذكرت الهيئة في بيان أنها وزعت مساعدات على 2,763,416 شخصا في اليمن منذ العام 2018، ولفتت إلى أنها تنفذ مساعدات في مجالات مختلفة مثل الصحة والمأوى والغذاء والماء والنظافة وكذا التعليم. وأشارت إلى أنها تواصل حالياً أعمال بناء مدرسة مكونة من 22 فصلاً في اليمن، وأضافت أن فرقها تقوم أيضاً بترميم مدرسة المواهب الخاصة وبناء مراكز صحية مثل العيادات. وفي ختام السلطة الرابعة عليكم هذا الكاريكاتير، كنت معكم أنا سلام القيسي، دمتم بأمان الله.